يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا بالفقرة الرياضية. اليوم راح أطبق تمارين عالة الشدة بطريقة متقدمة، ومثل ما قلت لكم أنها تعتمد على وزن الجسم، وتقدر تتمرن أي مكان يعجبك، مو شرط يكون بالنادي. راح أطبقها لكم. عندنا أول تمرين سيل جاكس بهالطريقة، وتقدر الوقت يكون من 30 ثانية إلى 45 ثانية، أو من 45 ثانية إلى دقيقة. أول تمرين السيل جاكس بهالطريقة اللي وردتكم إياها. عندنا التمرين الثاني ووك أوت بريس أب بهالطريقة. أوقف بشكل مستقيم وانزل بهالطريقة. لما نكون بوضعية البوش أب أو يكون وزني مستقيم وأسوي بريس أب، يعني بوش أب، بريس أب يعني بوش أب. بهالطريقة أسويها مرة واحدة وأرجع مرة ثانية يكون جسمي مستقيم. بهالطريقة أعيدها مرة ثانية. هذا ثاني تمرين. ثالث تمرين عندنا البيربي. البيربي بهالطريقة، أنزل جسمي بالكامل يلمس الأرض، وأقوم على وضعية سكوات وأخذ جمب. أطبقها لكم بشكل سريع. مثل ما أنتم شايفين مشاهدينا، أن التمارين عالية الشدة تزيد من نبضات القلب، وتساعدنا على كمية حرق الدهون وليس العضلات، وتساعدنا على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وتحارب الخمول والكسل، وتزيد وترفع اللياقة البدنية والأوعية الدموية والقلب. أتمنى أن استفدت اليوم من الفقرة الرياضية، ونشوفكم على خير. حياكم الله معنا اليوم في فقرتنا عن التغذية. رح نتكلم عن أحد الأنظمة الدارجة حاليا واللي قاعد يتبعها أغلب الناس، اللي هو الصيام المتقطع. شنو هو الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع عبارة عن الامتناع عن الطعام أو المشروبات ما عدا المشروبات الخالية من السعرات الحرارية، مثل الماء والشاي والقهوة، بدون إضافة سكر وحليب طبعا. وفي ثلاث أنواع حق الصيام المتقطع. النوع الأول اللي هو صيام 16 ساعة باليوم، النوع الثاني اللي هو صيام 24 ساعة مرة بالأسبوع، والنوع الثالث اللي هو الصيام مرتين بالأسبوع. شنو تأثير الصيام المتقطع على أجسامنا؟ الجسم يقوم بإفراز كمية أنسولين أقل من المعتادة، ويعتمد على الجلوكوز المخزون داخل الجسم. اعتمادنا على الجلوكوز المخزون داخل الجسم يساعدنا في نزول الوزن. شنو إيجابيات الصيام المتقطع؟ طبعاً من إيجابياته أنه هو يحافظ على نسبة السكر في الدم، ممكن يساعدنا مع الكوليسترول وينظم لنا الكوليسترول. سلبياته شنو؟ سلبياته أنه هو ممكن يأثر على هرموناتنا، ويأثر على المرأة بشكل خاص وعلى دورتها الشهرية. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بفقرتنا اليوم، ونشوفكم الحلقة الجاية. يا هلا مرحبا أعزائي المشاهدين بفقرتنا اللطيفة الخفيفة الإسعافات الأولية. قاعد مع رفيجي بمطعم، يسولف ويأكل، يسولف ويأكل بسرعة بسرعة. مرة واحدة أشوفه وقف عن الكلام، وحط إيد واحدة على رقبته، واحتمال حط إيده الثانية على إيده الأولى، الحط على رقبته، وبيحاول يبلغني رسالة بس مو قادر.
اذا هني هذه الحاله تبقى الحاله المثاليه، لان المصاب صار شنو عنده؟ غصه في وجود جسم غريب سكر القصبه الهوائيه اللي ناخذ عن طريق الهواء يدش داخل رئتنا النفس، هني عندي صار بلوك. شنو اسوي معاه؟ ارتبك؟ يحوش البانيك والذعر وما عارف اتصرف بالحاله هذه؟ لا، شوي شوي طالعوا عينه وقوله معاك انا اسمي ابراهيم ملك، متدرب على الاسعافات الاوليه، ترى اقدر اتصرف معاك بالحاله هذه. الحركه الاولى بكم تسوونها قول له حاول تكح، كح كح عبد الله، كح فلان، كح كح، يحاول يكح. اذا طلع الجسم الغريب او قطعه الاكل قول له ارتاح واخذ نفس وامور طيبه، ما في اي خطر ان شاء الله. ولكن اذا حاول الكح وحثيت على الكح وما طلعت الغصه وزاد الازرقاق وحسيت انه وضعه خلاص ما قاعد يتحمل، قول له انا الحين راح اوقف وراك، اوقف راح اوقف وراك بالطريقه هذه، كن وراه وقول له راح اضغط على بطنك 5 ضغطات. شفت السره؟ تسوي قبضه بالطريقه هذه، الايد الثانيه تمسك تساعدك مع القبضه الاولى، قول له ميل 1 2 3 انا راح اضغط على بطنك لفوق، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، نضغط بقوة. لما تطلع الغصة شفته ان الغصة ما طلعت وجسمه بدأ يثقل، اغمى عليه، رجاء حاول تسنده شوي شوي على ظهره، تفتح مسالك التنفسية، لان اغمى عليه الحين، هي 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 ما رد عليك، تفتح مسالك التنفسية اكيد ما راح تشوف فيه عنده تنفس، اتصل على 112 وعلى طول ابدأ شنو عملية انعاش القلب الرئوي بين الخطين، بين النقطتين الخط اللي بالمنتصف، ونحاول نضغط على الصدر، نسوي عملية انعاش القلب الرئوي 30 ضغطة مع نفختين. هذا بالنسبة للغصة. ولكن في منظمات ثانية تقول لي قبل لا اضغط على البطن وبعد الكحة، قلت لك كح ما طلعت الغصة، ما قبل ضغطة البطن حاول تضغط او تضرب ضربات على ظهره، 1 2 3 4 5، ضربات تكون مركزه وقويه وبين لوحين الكتف، 5 ضربات ما طلعت اني اقدر اسوي ضغطات البطن 5 بـ5 5 بـ5، لما تطلع ما طلعت نسوي عمليه انعاش القلب الرئوي في حال وصول المصاب هذا لمرحله الاغماء. سهله وانقذت وايد ناس. ان شاء الله كانت الفقره خفيفه وسهله للتذكر، ونشوفكم على خير إن شاء الله.